بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. راح أقدم لوبيا بالزيت. هنا أنا عندي ربع كيلو لوبيا، وهاي بصل تحبون من النوع العادي أو هذا الأخضر هو والعضود، مقدار بسيط. عندي طماطين، فلفل أسود وملح. راح أفرم كل هاي المكونات ناعم، والبصل أفرمه ناعم جدا، بس الطماطة أول مرة أقشرها وبعدين أفرمها. هسه هنا فرمت الطماطة وال لوبيا وهذا البصل، وهنا بقيت هاي البصلة دا اشوف لكم اياها ما احتاجيتها. بسم الله. هسه هنا خليت زيت زيتون صالح للقلي، وراح ابدي اضيف بالبصل. دائما اول مكون نضيفه هو البصل، نحمس به مثل ما متعودين الى ان يذبل. دبل البصل راح ابدي اضيف باللوبيا. حنحمس باللوبيا الى ان يتغير لونها. وطبعا هذه اللوبيا اختاريتها ناعمه صغيره وطريه، اخذت وقتي احمس بيها حتى تتغير يعني لونها، يتغير لونها وتكون يعني متشوحه من كل الجهات. هسه راح ابدي اضيف لها الطماطم. بسم الله. الطماطم راح تساعدها ان تستوي. حبدي اضيف بالملح. تذبل الطماطة أسرع، وهذا الفلفل الأسود، وأستمر أحمس بها إلى أن كلش تذبل الطماطة. هسه تبين الأكلة بمكونات بسيطة، بس احتاجت وقت من عندي. تذبل الطماطة ما تبقى بها قطعة مكعبة، لازم كلها تذبل. بعد راح شوية اخليها على النار وبعدين اصبها الطبق التقديم. هاي وصفة تنفع العشاء سريع، اتمنى عجبتكم وتنفذوها. شكرا لكم.